بديت المهنه ديالي من بعد لي زوتيو ديالي من بعد البكالوريا. عندي ليسونس بروفيسيون اون تيكستيل ودابا كنحضر الماستر ديالي. درت من ما باسيون مون ميتي. بالنسبه للخدمه ديالي لو ستيليزم لا كرياسيون كان حلم من الصغر، باسكو شي حاجه اللي كنت كنبغيها من حياتي، من زعما من صغري جيت توجور باسيوني بلا مود، لي ديفيلي، الحوايج، شوبينغ. دونك منين خديت الباك ديالي قررت انه ندير نحقق الحلم ديالي وندير داكشي اللي كنبغيه الخدمه ديالي باش نبدع فيها اكثر. دونك من بعد ما خديت الدبلوم ديالي كنبدا بروجي صغير، انه اكثري انه ما عندي حتى شي واحد في الدومين. بديت بروجي صغير ولكن كان الحلم ديالي كبير. دونك في الاول بدينا اون بوتيت ايكيب، ولكن نهار مور نهار كل ما زاد النجاح كل ما كتكبر العائله، كل ما هذا كنفتحوا الحمد لله ديور ديال العائلات وكيعيشوا معاك وكتولي نتايا باب الرزق ديالهم وحتى هما باب الرزق ديالي بيان سور. سي دو وين وين، يعني كما هما كيعطوني كما انا كنعطيهم. بالنسبه لهذا الدومين كما قلت لك كان هوايه من الصغر وكان او ميم طون ان ديفي، يعني كان تحدي بالنسبه للعائله ديالي، حيت انا من بعد ما خديت الباكالوريا كنت دخلت المدرسه العليا ديال التجاره، وفي اول عام عرفت راسي انه ماشي داكشي اللي بغيت وماشي داكشي اللي كنطمح به. مشيت قلت للعائله ديالي انه بغيت نخرج من هاد ليكول، بغيت ندير لو ستيليز، بغيت ندير لا كرياسيون. هادي واحد 5 سنين 6 سنين خياطه كانت عندها واحد النظره بحال اللي كنحقروها، انه كيفاش نتيا عندك الباكالوريا افيك مونسيون وداكشي وغتمشي ديري الخياطه، سورتو انه انا ما عندي حتى شي واحد في عالم الخياطه، زعما ما عندي لا ام لا عمه لا اخت لا حتى شي حاجه. يعني انا جيت وتلاحيت لهاد الدومين بوحديتي. يعني في الاول سيتي فريمون ان ديفي، انه قلت ليهم انا باقا صغيره غندخل نقرا 3 سنين، الا ما شفت برا هاد الدومين ماشي هو اللي باغا ابخي نقدر ندير اون اوتر فورماسيون. السر سي انه كدير خدمتك باغامور، يعني انه كتبدع فيها كتعطي فيها واخا كتكون عيان واخا كتدخل يعني لو ستريس او كوتيديان لي ديفيلي لي كليونت، انه ماشي كاع لي كليونت سالين داكشي، ولكن ملي كتكون هذيك لا فاتيك سي لا بون فاتيك باسكو فريمون شي حاجه اللي كتطمح فيها واللي كتعجبها. السر انه تو اونيت، انه ملي كتقول لا كليونت انه غندير لك احجار سيمي بريسيوز احجار شواروفسكي راه كتشوفهم حداها كتحليها لا بواط، منين كتقول ليها راه غندير لك هذا لو موديل كديجا نتايا اوطون كو موديليست tu maîtrises la coupe. Sara autant que personne je suis une personne اللي كنبغي نكون متحره libre في وقتي، libre في ستيل ديالي، libre في حوايجي، libre في افكاري هذا، ولكن اون ميم طون افيك دي برينسيپ انه كنحترم المجتمع ديالنا، عندنا تربيه، عندنا هذا. يعني انا من نهار الاول عرفت راسي انه عمري ما نقدر نشتغل في شركه ويكون عندي توقيت محدد ندخل في هذا الوقت ونخرج في هذا الوقت، انه يكون عندي واحد الشخص فوق مني سوبيريور انه يحكم فيا. ماشي مشكله نتعلمو، راه كل نهار كنتعلمو من اللي صغر منا ومن اللي كبر منا، ولكن واحد يتحكم فيك وتكون مقيد بالوقت ومقيد بلي فاكونس داكشي عمرو ما كان الطموح ديالي. دونك انه قررت ندير المهنه اللي انا بعدا اول حاجه كنبغيها دونك يمكن لي نبدع فيها. بالعراقيل اللي لقيتها في البدايات ديالي كان اول مشكل اللي كان عندي هو انه نقنع عائلتي انه ندير هاد الدومين. ثاني مشكل كان بعد مني خديت الدبلوم ديالك كان انه باش تلقى اون ايكيب باش تخدم معاها، حيت كما قلت لك انا ما كان عندي حتى شي حد في لو دومين، كانت صعيبه حيت باش بوغودي اون ايكيب باش هذيك ليكيب تمشى على ليسبري ديالك على داكشي نتا اللي بغيتي. صعيبه انه سورتو لي زارتيزان كيكونوا مولفين واحد لو ريتم دو في، واحد لو ريتم دو ترافاي بوحديتو. بون نصيحتي للشباب اللي بحالي اللي باغيين يديروا مقاوله ماشي ضروري في التصميم، في اي حاجه. شوف الحلم كيكون فقط حلم ولكن خاصك تزعم باش توصل وتحققه. اول حاجه خاصك تثق في داكشي اللي انت باغي كيما بغات تكون، بغات تكون حرفه، بغات تكون صنعه، بغات تكون اي حاجه، حيت حنايا في المغرب
مالوغوزمون ما كنتقوش في المواهب، ما كنتقوش في الحرف، ما كنعطيولهمش قيمه. دونك دوكو ما تسمعش للناس، ثق في داكشي اللي انك حاس براك تقدر تبدع فيه. جرب الفو طونتي، انه حتى الا ما صدقاتلكش ما كاينش مشكل، الحياه كلها تجارب، وكما كاين الربح كاين الخساره. مالوغوزمون انه المجال ديال الخياطه ولا اميتي اكسيسيبل، اي واحد كيقول لك انه غنمشي ندير الخياطه في الصليه وداكشي، وغنمشي وغنتا انا ندير دي موديل وندير كوبي كولي وداكشي وهذا ونبيع ونشري، انه كيفاسيليتيو لهاد الخدمه، كيبرناليزيوها وكيخليونا حنايا كناخذوا زعما واحد السمعه ماشي تلتما، على اساس انه اي واحد كدخل هاد الدومين، حيت ما كاينش قانون كيحدد انه شكون هو ستيليست شكون هو ماشي ستيليست.